أن تساعد الفريق الوطني في قادم التحديات، خاصة مع توالي الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون، خاصة على مستوى الدفاع الذي يعامل بعض الغيابات، ولا بد منح الفرصة لأسماء جديدة. وأكد مدرب الأسود بخصوص الحالة الصحية لنصير المزراوي أن إصابته غير خطيرة، وبإمكانه التواجد مع المنتخب الوطني في التجمع الإعدادي المقبل شهر نوفمبر القادم. وأكد الناخب الوطني أنه يحترم جميع الفرق التي يواجهها المنتخب في المسابقات القارية، والأهم مواجهتها هو البحث عن حلول أمام منتخبات تلعب بشكل دفاعي وفرض أسلوب اللعب الخاص بالمنتخب الوطني. وبخصوص استدعاء يوسف العامري وجمال حركاس، فقد أشاد الركراكي بطريقة اندماجهما في المجموعة وعملهما بشكل كبير في التدريب خلال الفترة الماضية، وهما لاعبان يتوفران على التجربة ويستحقان التواجد في المنتخب الوطني. وأضاف قائلا: بالعامري لاعب ذكي وأعرفه جيدا كلاعب سابق أشرفت عليه في الفتح الرباطي، وتم منحه الفرصة كخليفة لمزراوي المصاب، وليس لدي أي شك في مستواه التقني، وقد يقدم الإضافة في وسط الميدان. أما حركاس فأحترمه كثيرا ولديه تجربة كبيرة ويستحق اللعب للمنتخب، وقد أبان عن ذلك من خلال تركيزه الكبير في التدريب. وختم الركراكي: لدينا لاعبون في مستويات عالية، أشرف حكيمي سيكون غدا عميدا للمنتخب، وهو لاعب يحب وطنه ومثال للشباب ولمزدوجي الجنسية أيضا، فخور بامتلاكه للاعب بحجمه كمدرب.